السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ شو شو طيبين؟ مقطع جديد من لعبة ماوت اند بليد. بداية اللهم صل على محمد. طبعا إذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة واعطونا لايك وخلونا نبدأ. طيب يا شباب، اليوم مثل ما تشوفون عدنا إلى الفيس كام. إن شاء الله يكون موقع الفيس كام كويس، وبإذن الله بالمقاطع الجاية ما يكون في مشاكل بالفيس كام، لأنه المقاطع الماضية كان في مشاكل فاضطريت إني أصور بدون فيس كام. ودي أوريكم إيش سويت خلف الكواليس. طيب أول شيء طبعا مثل ما تشوفون الفلوس اللي عندي 10500. طبعا يوميا قاعدين نخسر 465 رواتب خلينا نقول للجيوش. برضو شباب الكلان اللي انا فيه او القبيله اللي انا فيها صارت تاير 2، واقدر اغير الاسم. انا توني انتبه انه اقدر اغير الاسم. وبرضو مثل ما تشوفون اخواننا، او خلينا نقول اخوان الشخصيه هذه باللعبه، قدرنا نجيبهم مثل ما تشوفون. بس لسه لحد الان انا ما سويت ولا شيء بالنسبة لموضوع السكيلز، عرفتوا كيف؟ يمديني اتوقع لو اكبس هذه. اوكي هذول الاخوان. عموما انا راح اختار ناس، يعني ودي صراحة الشباب هذول او اخواني داخل اللعبة يكونوا يهتمون في موضوع اخر نقطة اللي هي الانجينير، واللي هي الاشياء الصناعة، وبرضه السميثنج، زائد موضوع الاغراض اللي تحت. وين راحت؟ والله ما في ولا شيء. هذه الخصائص اللي اخترتها مثل ما تشوفون، اخترت يكون عنده نقطة بالإنجينير. هو أصلا عنده ست نقاط، ستة أو عنده خمسة، هان عنده ست نقاط بالسميثينج. كويس، ست نقاط مبدئيا، أتوقع إنه جاهز. طيب خلينا نشوف بالله أخونا الثاني. طيب نشوف أخونا، أوه هذه بنت، هذه بنت الظاهر، فراح أركز عليها في موضوع التجارة. حلو، التجارة صار عندنا 11 مثل ما تشوفون. ركزت على السوشيال، مثل ما تشوفون 6 10 11، اتوقع انها جاهزه الان. ممكن بعضكم يسال ليش انا اسوي الشغلات هذه. شوفوا بالمستقبل بس يكبرون، بامكاني مثلا ارسل البنت هذه في قافله للتجاره، وخصائصها تكون مهتمه في السوشيال، مهتمه في اقناع الناس، اقدر اجيب ارباح ويصير عندي ارباح. طبعا خلينا نشوف هذا بالله ايش عنده، لانه اتوقع عنده علامه استفهام. شو وضعه هذا؟ طيب هذا ما عنده سالفه، خلينا بالله نبدا في لعبتنا. شوفوا اليوم يا شباب، بس خليني اغير مكان الفيس كام ثواني. اوكي ان شاء الله فيس كام مكانه كويس ما ياثر على اي شيء. طيب اليوم يا شباب رايحين نحاول ندخل في امبراطوريه، بس حاليا نحتاج شويه مهمات. طيب بس قبل ما ندخل في موضوع المهمات، بس هذا ايش يحتاج؟ يحتاج ادرب له وحدات. كم تعطيني؟ خلينا نشوف بالله كم يعطيني. اوكي اخذت مهمته، ولكن ما ادري ماني فاهمها. اوكي مثل ما تشوفون يا شباب هذه خريطة العالم. انا ودي اختار منطقة تكون من ورا، مثل ما تشوفون هذه المنطقة تكون من ورا، ما تكون بالنص، يعني عرفتوا كيف؟ عشان لو اسوي حرب ما اهتم بالجهة الخلفية، عرفتوا شلون؟ فاحتمال اني ادخل مع الامبراطورية هذه، او ادخل مع الامبراطورية الزرقاء، او العرب. بس العرب صراحة ما ودي ادخل معاهم، والله ما ادري صراحة هذول ايش وضعهم. ولكن دام اني بالمنطقة هذه وقريب من المناطق اللي خلينا نقول الشرقية هذه، هذه المناطق اتوقع انها كويسة، مع انها ما هي قوية. شوفوا كيف، واحد اثنين ثلاثة، هذولي اتوقع انه اوكي. اوكي اتوقع يا شباب راح اجي المناطق هذه، بس خلينا نخلص المهمة اللي اخذتها علشان انضم معاهم وفعليا ابدا الحرب على المملكة هذه اللي هي الخضراء. الخضراء هذه بما انها جنبها راح ابدا الحرب عليها، واحتل المنطقة هذه كاملة، واخذ القلعة هذه كاملة لي. حرفيا راح اخذها لي انا، لكن مو بالحلقة هذه اكيد، صعبة شوي. ولكن خلونا بالله نشوف لنا قطاع طرق ونجيب لوتر. نشوف المدينة هذه في بطولة عندكم يا شباب. الا صحيح الريدنج عندي يا شباب ارتفع. هذا مثل ما تشوفون مكتوب ريدنج لازم يكون 90 عشان اخذ الحصان هذا، يمديني اركب. هذا الحصان عندي ريدنج 10، صار عندي يعني صرت اركب الحصان هذا اللي وراء احسن من حصان العادي، عرفت شلون؟ ففي مميزات اكثر كالسرعه 47، اللي كان عندي توقع 40 كان، او وين كان؟ هذا هو 40 44، وتطورنا بشكل بسيط بالسكيلز، عرفتوه؟ برضو نحتاج الاسلحه، والله ودي ابيعها، بس في مهمه. هذه متذكرينها، هذه خويتي يا شباب اللي دخلناها معنا، هنعطيها درع. اي احسن الدرع هذا ولا اللي معاه؟ اوه سبعه، البسي والله ما ينعز. هذه لا. طيب مبدئيا كويس دفاعاتها، وخلينا نبيع الاشياء اللي ما لها داعي. مثل ما تلاحظون في عندي شاركول، وفي عندي ايرون، وفي عندي ايرون اور وايرون. فندخل السميثي. طيب اليوم رايحين نشتغل شوي بالسميثي، بس ما ادري ليش انا استمين عندي تعبانه. ليش؟ خلينا نبدل. او حلو يمدينا ابدل. حلو هي عندها اثنين. احتاج يا طويله العمر اول شيء، انا مثل ما تشوفون الفحم خلص،
نجي هان نسوي شويه فحم، 4 فحم كافي. اوكي الان يمدين اصنع مثلا السلاح هذا. طب ما اتوقع انه هذول لازم افتحهن، بس ما يمدي اسويهن لانه مسكرات. كيف ينفتحن؟ اتوقع يحتاج ان سكيلز. دقيقه وقف وقف، شوفوا يا شباب شوفوا، جيش 600 وهذا 800. هذا عنده، هذا نبيل يا شباب، اللي عنده علامه تعجب هو نبيل يعتبر. نسولف معه نشوفه من اي، اوه هاي من المملكه اللي كنت ناوي انضم معاها. تصدقون؟ هلا والله انا سلطان، كيف حالك؟ ممكن تسولف معي عن القصه المشهوره؟ طبعا هذه اللي لازم تسولف مع 10. طيب هل ودكم ادخل معه؟ اوكي الخيارات اللي عندي رهيبه. الخيار الاول يقول انا معك سيفي لك، انا معك اللي ودك. والشيء الثاني اعتبرني يعني معاكم في الطاعه والولاء والمبايعه، عرفتوا كيف؟ فراح اختار الخيار الثاني، راح اقول له انه انا معك، اي ام ريدي. شباب قاعد يقول لي اقسم. يا ولد نقسم، ليش ما نقسم؟ نقسم اننا معه يعني ما راح نخونه، عرفتوا كيف؟ والله يا اخي اللعبه يا اخي رهيبه يا اخي. الله يقول ساظل رجلك الوفي دام انفاسي حيه. اوكي ابشر. اوه دخلهم معي مع جيشي. اعوذ بالله يا شباب، اعطاني سيف، اعطاني سيف يسوى 13000. شيخ اشكرك والله، والله شكرا. شوف السيف اللي اعطاني اياه يسوى 35000 حتى. يخرب بيته يا رجل. اوه والله ودي ادخل حرب. طيب هو الان حاليا قاعد يقول لي التعليمات. حنا معك، حنا معك. اوه اوه صار في الوان. حنا شوفوا، شفتوا كيف؟ انا قلت لكم راح ادخل مع الامبراطوريه هذه اللي على اليسار، هم محاربين الامبراطوريه هذه الحمراء. والله كويس صراحه، يعني كويس انهم الله الله الله. اي شيء احمر احتمال يهجمون علي. تشوفون هذول اقدر اهجم عليهم، قافله يمديني اهجم عليها الان 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 قدامكم قدامكم راح اهجم عليها، بس مشكلتها سريعه. اوه دقيقه دقيقه دقيقه، فيها حرب يا كابتن. وين رايحين انتم؟ جون ارمي ادخل مع. اوكي دخلت معه، هو قاعد يتحكم بالجيش. نزل هذه عشان نشوف. حلو حلو، 900 شخص حنا. والله والله ما احنا هينين، والله ما احنا سهلين. قاعد ودي يهجم على هذه. اي والله ودي يهجم على القلعه يا شباب. حلو حلو، حنا 931 ضد 271. نايس صراحه، متحمس انا اشوف الحرب كيف راح تصير. ماني فاهم ولا شيء. دقيقة دقيقة، ليف ليف ارمي. الله الله الله، هذا مين هذا؟ هذا انا. يا رجل انا ودي اكل اكل. هسه اجيك، ها هسه اجيك، بس خلينا نجيب اكل. في عندنا هان لوتر، ودي اهجم عليهم واجرب سيفي. يا شباب بليز بليز لا تروحون، انا ودي اجرب السيف. ايوه مسكناهم مسكناهم. يا اخي قهروني والله، مشوار واقعد الفلف. خلينا بالله نتفاهم مع المملكة هذه اللي ازعلت خويانا. صراحة حنا اليوم او انا اليوم ودي ودي اتفاهم مع المملكه هذه، ليش محاربيننا احنا؟ احنا ايش سوينا لكم؟ ما سوينا شيء. احنا 76 شخص. الله الله دقيقه، المعركه المعركه هنا شغاله. ايوه شغاله، تعال تعال. ولا فتحوا المدينه ولا ايش؟ ما ادري صراحه الجيل. لا يجوني هذول 300 واحد، والله لا يدعسوني دعس. والله 300 واحد قبل شيء مروا من جنبي، الحمد لله انهم ما شافوني. لو شافوني اروح وطي، اروح وطي حرفيا. ودي اهجم على قافله من قوافل المدينه هذه بصراحه، يعني انا احس اني فيني شر شوي. والله كرفان، هذا كرفان كرفان يا شباب. بس خلي الجيش هذا يبعد. ايوه ايوه ايوه، تعال 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 تعال، الحق 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 الحق. اوكي خلينا نلحق الشباب اللي هان. هلا والله هلا والله، اول والله يا شباب ما هم سهلين. احنا 76 هم 71، والله والله اقوى منه تقريبا. فايت يا حبيبي فايت. اوكي صار 99، اوكي صار 99 يا شباب، رحنا وطي. لكن ما راح نتراجع، ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله، لانه جاهم دعم. اوكي اتمنى يكون مكان الفيس كام كويس ما ياثر عليكم. طيب شوفوا هذه المعركه شباب، اول مره راح نحارب ناس مو قطع طرق. خشوا فيهم يا شباب، اعطيني السيف الجديد. والله يطوله طويل. وينهم وينهم؟ ما اشوفهم ما اشوف احد. شباب لا تهربون لا تهربون، والله اللي يهرب يا ويله. اعوذ بالله، هذا هم هذا هم هذا هم. يلا بس يلا بس يلا بس يلا بس، حلو موتوا. الله الله الله، رحنا وطي
يلا بس يلا 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 والله سيفي خرافي، السيف خرافي، النتيجة والله ما هي مبينة. الله الله الله، خلينا نسرع العملية. اوه شكلنا فزنا يا شباب، ابشركم. مات مني 30. اوكي شكلي خسرت وراح ياخذوني اسير. اوكي اخذوني اسير يا شباب. حرفيا اخذوني اسير وفلوسي نصها راحت، لكن بسيطة بسيطة بسيطة. انا يمديني برضو، يمديني اطلع ترى. يو ار انا مسجون. ها خير خير والله انتم، انا والله غلطان، انا المفروض اني ما هجمت عليهم، لكن يلا مو مشكله مو مشكله. شت يا رجل تعالوا افزعوا لي، هذا الجيش، هذا الجيش قاعد يجيني، المفروض انه يجيني. والله يا شباب انا دخلت مع امبراطوريه رهيبه، هذاهم جايين جايين. طبعا ما ادري ليش مو محمل. اوكي حرفيا 4 ايام بالسجن، لا اكل لا شرب، معامله تعبانه، ولكن نستنى نستنى نصبر. يقول لك لكل جواد كبوة، فالكبوتي انا اليوم جت الامبراطوريه هذه، ما ادري والله ما ادري صراحه انهم اقوى مني. خلاص شباب والله ما عيدها، طلعوني بس طلعوني شباب، شوف طلعوني والله. حتى بارتي ما اقدر افتحه، ما عندي ولا جنود ولا اه يا سلطان ليه ليه، كيف راح احرر نفسي؟ سؤال يعني سؤال يطرح نفسه. يا شباب اسبوع ترى انا بالسجن اسبوع. ايوه اخيرا قالوا ادفع فديه واطلع. ابشروا انا اللي ادفع. خلاص السلام عليكم، والله ما عيدها. خلاص السلام عليكم. لا 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 يا ابن الحلال، يا الله كم واحد هم؟ 14. شوف الفزع اللي جتهم علشاني انا الحالي، الله ياخذك. خلاص دونت اتاك، انا استسلم صراحه. يغربون بي ويشرقون بي. ايوه ايوه وديني هناك، وديني فوق. ايه الحيوان رجعني. يا الله يا رب انه ما يجينا احد، يا الله يا رب انه ما يجينا احد. ارجو لو 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 دقيقه دقيقه، يا رب انه ما يجيني احد. اعطيني السيف، اعطيني السيف، لان انا توني طالع من سجن ومقهور ومعصب. وتجون انتم؟ اوكي حياكم الله، انا ما عندي مشكله، ما عندي ايش؟ اي مشكله. ما عندي اي مشكله، ما جت فيهم ليه؟ ليه؟ يلا بس. يا اخي انا ما عندي ايم ولا ايش وضعي. يلا بس هذا الاول. هذا الاول فطس. يلا بس الثاني الحقوا. يلا. يلا ها شوف 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 تهربون. ها تهرب انت؟ يا والله ما اخليكم يا كلاب تهجمون علي. ها يلا بس انمي. الله الله يا اخي انا والله صراحه انقهروني. شوفوا انا ودي احاول اصل المناطق هذه، المناطق هذه مناطقنا احنا، مناطقنا احنا. ان شاء الله انه يمديني ان شاء الله. رجعوا علي العيال الذين، والله رجعوا علي نفسهم. اوكي حلقه اليوم شكله لانه فيس كام راح تبهدل، لكن والله هذا وده يلحقني. لا لا مالي شغل، ارجوك ارجوك يا شيخ. ايم سلطان لو سمحت، يعني اذا في مجال انك والفايت هل اقدر عليهم لحالي؟ شباب هذا مو راضي، والله مو راضي والله، لكن والله ما استسلم والله. لا غير اتهاوش معكم وانتم 130، لعله عسى اذبح منكم اقل شيء 10. اهم شيء شباب اخسر منهم ناس، سالفتي ان استسلم يروح يلطعني اسبوع بالسجن ما ينفع. هلا والله تعالوا تعالوا 130 ما عندي مشكلة. اوكي ما شاء الله من اول ضربة مات الاخ. هجموا قريتنا. طيب افزع تعال يا تيس انت 113 انت. دقيقة اتوقع انه يمدينا اسوي شو اسمه، والله هذا مو مخلي قرية من شره. اوه تحررت يا شباب. كيف تحررت ما ادري. والله يا شباب القطاع الطرق صفقوني لانه دمي رايح فيها. يا شيخ يعني كيف كنا في مراحل نقدر نذبح القطاع، الان القطاع صاروا ياخذوني انا رهينه حرفيا. او في بطوله هان كويس ناخذ. والله 2000 معي توني انتبه ان فلوسي راحت. هذا يسولف لي عن الكومباني اللي لي. خلينا نشتري بالله جنود 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 جنود. طبعا نحتاج اكل زائد جنود. هات اي شيء ليفل 0 ما عندي مشكله، ولا يصفقوني القطاع الطرق. خلينا نخش على البطوله هذه نحمي. اوه والله هذه حلوه، والله هذه نحتاجها. طيب بسم الله المعركة الآن 2-2. أوكي بسيطة. اذبح أخوي. والله أخس. يلا بس حلو حلو حلو.
أخس والله. لا يا شيخ يا شيخ اللي معي زبالة. أوكي لا والله حلقة اليوم أبدا أبدا مو صح. لا اليوم حظي تعبان. أوكي حنا أربعة ضد 18 تخيلوا. فإن شاء الله يكونوا الخوياي يعني مثلي شجعان ولا يهابون الموت. والله واضح انكم تعبانين، واضح انكم تعبانين. جورج انا راح اسبقكم، حاول اذبح اثنين ثلاث عشان انقص منهم. حلو واحد مات. والله مات اخوياي، ماتوا اخوياي. هرب، ليش يهرب؟ والله بيني وبينكم كويس. خليه يهرب عشان استفرد بهذول. انزل انزل انزل. انزل. اعطيني السيف. اعطيني السيف بس. اوكي ذبحت ثلاثة مدري أربعة. اوكي مو مشكلة. والله ما ادري هل انا يمديني اهرب ولا لازم ياخذوني اسير. كفو والله انك ذيب. يلي انقذتني. اشكرك. اشكرك شكرا والله. اعوذ بالله اعوذ بالله. في ارينا. يا حبيبي شوف 1000 تقريبا. اهربوا خلينا ندخل جوا. يخرب بيتهم يا ولد. راحت فيها القلعه هذه، القلعه هذه راحت فيها. سبنا نسوي في ارينا. والله لا اخش. والله ودي اجا. اوكي ودي اخاطر في موضوع ال. طيب ان شاء الله اني ما اخسر. ان شاء الله يا رب. حلو والله اعطيته هيد شوت خرافي. حلو يا سلام ذبحته. ممتاز. سكيب ادخل. 2 ضد 2 ان شاء الله اخوي يكون قوي. يا سلام سيوف. ايوه احنا لعبتنا السيوف. يلا توكل. اذبحوا يا رجل. حلو حلو ممتاز. يلا بس توكل على الله. توكل على الله بس. والله يا شباب السلاح هذا ما اعرف استخدمه بصراحه. ما اعرف استخدمه. هل الفلوس تروح ولا خلاص يعني ترجع؟ والله تروح. تروح وما ترجع. حلو هذا الجيش يا شباب. هذا الجيش راح ادخل معه. ودي انضم له. اول شيء نسولف مع الرئيس. اه رئيسه. حلو خلينا نسولف معه. تعال تعال. اوكي اعطاني مهمه صراحه عن المدينه هذه. والله بعيده المدينه. والله بعيده معليش انا اسف. بس انا راح انضم لكم. بتحين دول ننضم معكم. ايوه. اوه حرب حرب حرب. هربوا الحقوهم. اتاك. يا سلام اول مره ادخل حرب كبيره. 1200 ضد 600. يا سلام يا الغنايم. الله اعلم شو في غنايم. الله اعلم ايش في غنايم. انا معي 50 ارشر. يلا ماشي. هو اوه بالله يا رجل وين اللي معي شباب؟ هذول معي هذول هم شباب. اتاك اتاك اتاك. يا ساتر يا ولد. شوف القاده راحوا قدام. القادة راحوا قدام. هذا شوف كيف خيله. شوف كيف خيله لابس اشياء حلوة. لابس اللي هو. اوه جو جو جو. شوف شوف شوف. هذا قاعد يعطيني اوامر. ما عليك ما عليك. تحت السيطرة الامور ان شاء الله. بس لا يهربون. وين جيشنا يا ولد؟ احنا 1200 وين راحوا؟ هذول خويانا ولا ضدنا ولا ايش؟ يا ساتر يا الناس. سلطان سكيل ان فرونت. ابشر 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 ما عليك. اوه لا يضربوني بس. يضربوني بالاسهم. يا شباب. شباب وينكم؟ ها؟ في قاعد تعطيني اوامر. هاي هاي هاي. موف هير. يلا يا شباب شباب. اضربون بالاسهم. هذول شباب البو، هذول اللي انا اتحكم فيهم. صح؟ اه هذول معهم كروسبو نفس الشيء. يلا يا شباب شدوا حيلكم. اعطيني الدرع اعطيني الدرع. اعطيني السيف. يلا يا شباب يلا اطلقوا عليهم. ما عليك ما عليك انا رايح انا رايح. شوف شوف يلا بس توكل. ودي اهجم على قائدهم واذبحه. والله ما هو سهل القائد طلع. اه والله والله عافيه ثيابه. والله جو سطح وتسطح. الحرب بدت. موجود موجود انا يا لوس لوسانت موجود. تعال والله والله يا شباب كثار. انا هي اللي رايح فيها ترى ما اقدر. قاعد يجينا تعزيزات تشوفون من وراء. قاعد يجينا تعزيزات. حلو حلو. المشكلة هي اللي رايح فيها ما اقدر ما اقدر. والله المعركة طاحنة يا شباب.
والله معركة طاحنة حرفياً. أول مرة أدخل المعركة مثل هذه المعركة. شت ما قدرت أذبحه. لا وين، حنا فايزين شباب، حنا فايزين. أوكي فيكتوري، انتصرت مجموعتنا عليهم. أنا ما أدري كمية اللوت راح يجيني، الله أعلم. قول ثانك يو هيلب يا سلطان. حافة عليك يا رجل، يا رب بس أنت تحكي معي. هذا السجين، هذا من هذيك. أعطيني إياه. تعال جاي، تعال جاي يا حبيبي، أنت سجين عندي. تعال. أول شيء رايحين نبيع خوينا هذا بأربع تلاف. بيع حبيبي، بيعهم، أنا أحتاج فلوس. طيب نشوف الأغراض اللي جتنا. أوكي شوفوا، حرفيا الآن أنا لازم أروح للمناطق البعيدة جدا عن الحدود. الحدود راح تكون فيها حروب. حلوين يا شباب، وراح أنهي حلقتنا في هذا المكان. أتمنى عجبتكم الحلقة يا شباب، وبإذن الله يا شباب راح أكمل بالفيس كام بهذه السلسلة إذا ما في مشاكل واجهتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.